إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ماذا لو اخترنا الله؟ ماذا لو اخترنا الله؟ هيحصل ايه يا جماعة لو اصبحت وجهة قلوبنا هي الله؟ لو اصبح طريقنا واحلامنا واهدافنا وحياتنا كلها الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كان خارج بزوجته من مدين ورايح كده، الله سبحانه وتعالى نزل له الامر انه يروح لفرعون كده. سيدنا موسى طالع كده، ربنا قال له لا اطلع كده. لو احنا عملنا كده بقى يا جماعة، لو غيرنا وجهتنا وبقت كل وجهتنا في حياتنا هي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يدينا ايه؟ يدينا ايه؟ هينجينا من النار، وايه كمان؟ ويدخلنا الجنة، وايه كمان؟ وينجينا من عذاب القبر. مش ده اللي انا عايزه؟ امال ايه؟ هيدينا ايه في الدنيا؟ ربنا هيدينا ايه في الدنيا قبل الاخرة؟ هيدينا ايه في الدنيا قبل الاخرة؟ مش الثواب والعقاب كل يوم القيامة؟ لا يا جماعة، لا يا جماعة، يا جماعة الله سبحانه وتعالى رتب الدنيا على الدين وجعل ثواب كل عمل صالح بتعمله في حياتك في الدنيا قبل الاخرة، من رزق الدنيا قبل رزق الاخرة، ومن راحة بال الدنيا قبل راحة بال الاخرة، ومن بركة الدنيا قبل بركة الاخرة. الله سبحانه وتعالى بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. بركات من السماء والارض. ربنا ما قالش لفتحنا عليهم ارزاق من السماء والارض، قال بركات. يعني الخير من السماء والارض، يبقى الناس مش ملاحقين على الرزق اللي ربنا بيفتحه علينا. ويقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا، اللي عايز الدنيا، نفسك في ايه في الدنيا؟ اي حاجة نفسك فيها في الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فالله بيثيب العبد على الطاعة بتاعته في الدنيا قبل الآخرة. كل سجدة سجدتها وهتسجدها لله ليك بها رصيد عند الله. كل ركعتين دخلت المسجد صليتهم لله ليك بهم رصيد عند الله. كل مرة صحيت قبل الفجر بنص ساعة صليت وتوجهت وساعدت لله ليك بها رصيد عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده أول حاجة الأنبياء كلموا فيها قومهم ربنا هيديكوا إيه في الدنيا لو استجبتوا لدعوة الله. سيدنا نوح في سورة نوح، فقلت، سيدنا نوح بيقول لربنا هو قال لقومه إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طب يا رب لما نستغفرك نتوب إليك ونسيب المعاصي اللي احنا بنعملها عشانك ونعمل الطاعات الثقيلة على نفسنا عشانك هتدينا ايه؟ قبل ما سيدنا نوح يقول لهم هيديهم ايه في الجنة، وقبل ما يقول لهم هيصيهم من ايه في النار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما تبطلش شتاء ويمددكم باموال وبنين، كل ده في الدنيا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اول حاجة سيدنا نوح كلم فيها قومه، اول حاجة سيدنا يوسف كلم فيها قومه وهو بيكلم السجنين في السجن. لا يأتيكما طعام ترزقانه، مش هتشوفوا اي رؤية الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما، الا وهقول لكم تأويلها قبل ما تحصل. شوفوا قال لهم ايه؟ ذلكما العلم الغزير ده مما علمني ربي. شوفوا ربنا اداني ايه؟ بيقول لهم كده يا جماعة، شوفوا ربنا اداني ايه؟ قبل ما يقول لهم امشوا ورايا بيقول لهم شوفوا ربنا اداني ايه؟ لما مشيت في الطريق ده، لو عايزين ربنا يفتح عليكم زي ما فتح عليا امشوا في نفس الطريق اللي انا مشيت فيه. وهي دي يا جماعة أهم حاجة، قبل ما أجي أكلمكم النهاردة عن ربنا هيديكوا إيه؟ وهيديني إيه؟ وهيدي للناس كلها إيه لو أقبلت عليه؟ لازم أكون أنا جربت ده في حياتي. لازم أكون قادر إن أنا أقعد على الكرسي ده أقعد ساعة واثنين وثلاثة أكلمكم ربنا أكرمني قد إيه لما أقبلت عليه؟ وأكرمني قد إيه لما أطعته؟
اول حد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قولوا لا اله الا الله تدين لكم بها العرب والعجم. مش ده الكلام اللي قاله النبي، مش ده الكلام اللي الانبياء عملوه مع قومهم. لما الواحد بيتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، يعني حاجة زي النفس اللي احنا بناخده يا جماعة، احنا قاعدين ندخل النفس ونخرج النفس، ندخل النفس حتى واحنا نايمين، النفس داخل خارج. اخر الشهر ما بيجيش مع فاتورة المية والنور، فاتورة النفس. مفيش فاتورة بتيجي اخر الشهر مع فاتورة المية والنور. فواحد مرة حسب كده قال طب ما في ناس في المستشفيات ما بيقدروش ياخدوا النفس، بيتعبلوا من الاكسجين في انابيب وبياخدوا التنفس بتاعهم صناعي. ربنا يعافينا يا رب. ولو مستشفى تجاري شوفوا هتحاسبوا على ثمن الأنبوبة قد ايه. فواحد حسب كده شاف الانسان بياخد اكسجين في اليوم في ال 24 ساعة قد ايه، وحسب ثمن الانابيب لو هنتعامل تجاري، لو كان ربنا عاملنا تجاري بقى قد ايه. لان لو كان ربنا عاملنا تجاري كان الفرد الواحد دفع في اليوم الواحد اكسجين ب 28,000 جنيه. 28,000 جنيه. المريض بتاع الكلى ربنا يعافينا بيغسل في المره الواحده حوالي 250 جنيه لو بيتحاسب تجاري، يعني بيغسل 3 مرات في الاسبوع ب 750 جنيه، يعني في الشهر بيدفع حوالي 2500 جنيه يا جماعه. قال له وانت داخل الحمام تدفع لربنا كام بقى؟ اللي وفق من كل ده. فالواحد لما فكر في النعم دي قال يا رب النعم دي ربنا اداها للي في الجامع وحرم منها اللي قاعد بره، اداها لكله. اداها للموحد وحرم منها الكافر، اداها لكله. قال له اذا كان دي النعم دي ربنا اداها لنا من غير ما نسجد ولا سجده واحده، ولا نسبح ولا تسبيحه واحده، ولا نركع ولا ركعه واحده، امال لو سجدنا وسبحنا وعبدنا الله يدينا ايه؟ يا شاب يا اللي نفسك تتجوز، ايه اللي منعك من الجواز؟ مش لاقي شقه. قال له اذا كنت صدقت ان الصلاه اللي انت بتصليها الوقت ده ايه؟ ربنا هيديك فيها في الجنه قصر من قصور الجنه يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. ما تصدقش ان ربنا بسبب الصلاه دي لو خشعت فيها يفتح لك باب رزق تتحصل منه على شقه قصين وصلاه. يا شاب يا اللي نفسك تتجوز، ايه المشكله؟ مش لاقي عروسه تجوزها. اذا كنت صدقت ان الصلاة اللي انت بتصليها ده ايه؟ ربنا يديك بيها في الجنة حرية من حريات الجنة. لو اطلعت على وجه الارض لانارت الارض من نور جمالها. ما تقدرش تصدق ان الصلاة دي لو خشعت فيها الله يديك بسببها امرأة ودودة طيبة حنونة ترضيك وتقر بها عينك في الدنيا. يا جماعة يا جماعة الصلاة دي والعبادة دي والطاعة دي اللي احنا مصدقين ان هي هتحللنا مشاكل الاخرة العظيمة ومشاكل منكر ونكير في القبر ومشاكل ملائكة الموت بعد قبض الروح ومشاكل زبانية العذاب في يوم القيامة، ما نصدقش انها تحللنا مشاكل الدنيا الحقيرة البسيطة. ازاي يعني؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا جماعة ان الركعتين اللي احنا بنصليهم لله دول ربنا ممكن يحللنا بيهم مشاكل حياتنا كلهم. ازاي؟ يا ما حصلت والله يا جماعة، يا ما حصلت، يا ما يعني سواء في حياة الواحد او في حياة الاخرين. يعني كنت مرة في احد المصالح الحكومية وكانت مصلحة مهمة جدا، فالموظف كتب لي كلام على الورق بتاعي لو كان الكلام ده فضل مكتوب كان عمرها ما اتقضت، لا يمكن كانت تتقضى، وكمان كتبه بالخط الاحمر يعني كمان ايه. فخرجت من عنده خدت الورق وخرجت من عنده رحت للمسجد اللي جنب المصلحة ده، اتوضيت صليت توجهت لله قعدت ادعي ربنا سبحانه وتعالى وقعدت اقول حسبي الله ونعم الوكيل في الركعتين ورجعت له كأنه قدام مخلوق تاني. والله انت عايز ايه؟ عايز قام اقطع الورق وقام كاتب لي ورق جديد وقام عامل لي كل اللي انا. سبحان الله، مين اللي قلب الانسان ده؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي غير المخلوق ده؟ الله سبحانه وتعالى. فالركعتين يا جماعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حسبه امر فزع الى الصلاه، كان اذا حسبه امر فزع الى الصلاه. يعني ركعتين الاستخاره اللي احنا بنصليهم، بركتين الاستخاره اللي احنا بنصليهم دول ممكن ربنا بسببهم يقيه شر اختيار كان ممكن ينعكس باثر سلبي على حياتك كلها. مش دول ركعتين برضه ولا ايه؟ يعني الواحد يتذكر احد التجارب مع ركعتين، وقصص الركعتين دول كتير، اي انسان هيجربها هيشوفها. والله يا جماعه مع ركعتين كان مره في غد المراكب عندنا امتحان، وكان امتحان في ماده صعبه جدا في الكليه. فيعني كان يعني حصل ظروف صعبه شويه ايامها، ظروف شديده شويه، فاضطريت ان انا اغيب كذا يوم، فبناء على الغياب ده كان لازم اتحرم من الامتحان ما ادخلوش. زائد ان كان في ورق نماذج الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت رؤساء القسم عينها عند السكرتيره،
المفروض ان احنا كطلبة نطلع عليها عشان قبل ما ندخل الامتحان نتدرب على الامتحانات اللي فيها، ولكن لان رؤساء الاقسام عادوا بيستسهلوا وبيجيبوا الامتحان منها فمنعوا ان حد يطلع عليها. فبعد ما الظروف خلصت رحت اليوم اللي قبل الامتحان ودخلت على السكرتيرة بتاعت القسم وقلت لها لو سمحتي، قالت لي قلت لها انا في ظروف معينة حصلت لي ومضطر ان لازم يترفع عنا ايام غياب وانت مش هتحضر الامتحان. قالت لي انت عايز ارفع لك ايام غياب ازاي؟ لا يمكن طبعا. وقابلتني مواد سيئة جدا. قلت لها طب لو سمحت، قالت لي ايه؟ قلت لها انا مادك الامتحانات اللي المفروض بطلع عليها دي انا عايزها. قالت لي انت عايزني اطلع لك؟ لا يمكن طبعا. وردت عليها رد يعني ايه رد صعب شوية. فسبتها وانا ماشي مش عارف اعمل ايه. يعني الجامع في وشي، جامع المستشفى كان في وشي. دخلت صليت لله ركعتين، نفس الركعتين والله يا جماعه، وتوجهت لله ان ربنا يفرج الكرب اللي الواحد فيه. ده صليت ركعتين لله لم يدخلني بيت الله الا الركعتين دول، صليتهم وخرجت جاهلها. والله العظيم كانها مخلوقه زي المخلوقه اللي كنت اعرفها. اول ما دخلت عليها انت عايزني اطبق تحت امرك، انت عايز النماذج بتاعك تطبق تحت امرك في نفس اللحظه. سبحان ربي يا جماعه، يعني حاجه ركعتين قلبوا كيانها دي المخلوقه تماما. دي اللي كان من ربع ساعه انا واقف اكلمها، والله ما هي ابدا. فربنا ممكن يحل لك باقل من الركعتين كمان مشاكل حياتك. كان احد الاخوه الافاضل في مسجد من المساجد، فجاله احد الناس في هذا المسجد فقال له انت مش ملاحظ ان انا شكلي كده الايام دي؟ يعني الراجل ده ربنا مبتلي بامراض كتير. بيقول انا ربنا مبتليني بامراض كتير وبيتي مليان مشاكل. انا بقالي فتره كل المشاكل اللي في حياتي اتحلت، والامراض اللي عندي مش هقول لك نقطه منها بس ما عدتش حاسس بيها خالص. انت عارف يا ابني، بيحكي لصاحبنا يعني، انت عارف يا ابني السبب في كل ده ايه؟ قال له ايه؟ قال له ان انا بقالي فتره ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا حليل. اه والله يا جماعه، مش الصحابي اللي قال لرسول الله اجعل كل صلاتي لك اقعد اصلي عليك يا رسول الله طول قيام الليل او طول اليوم؟ الرسول قال له اذا يكفيك الله همك. بالتاكيد يا جماعه بنصلي صلاه جنازه، قبل ما بندعي للميت بنعمل ايه؟ بنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ ليه؟ لان اكثر حاجه تفتح باب السماء للدعاء هي الصلاه على رسول الله. فبنصلي على رسول الله عشان لما ندعي له يبقى باب السماء مفتوح للدعاء بتاعنا. ففي الطاعه يا جماعه، ثمار الطاعه في الدنيا، ماذا لو اخترنا الله؟ لو اخترنا ربنا يا جماعه، لو وجهه قلوبنا بقت هي ربنا يا جماعه، لو بدل ما قلوبنا مشتته ما بين الدين والدنيا، مشتته ما بين الاعراض والاسباب والشهوات والملذات والفتن والمعاصي، لو كل ده لمينا قلوبنا من وسطه واتجهنا الى الله واخترنا طريق الله سبحانه وتعالى وعشنا حياه الدين اللي ترضي الله سبحانه وتعالى، الله يدينا ايه؟ سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام في سوره القصص، طبعا كلكم عارفينها، في سوره القصص ربنا سبحانه وتعالى حلله كل مشاكل حياته في لحظه واحده، لحظه واحده. سيدنا موسى لما هرب من مصر بعد ما وكف المصري فقضى عليه وراح لمدين، ربنا وجهه لمدين، فرايح عطشان وتعبان وجعان ومجهد وغريب في البلد اللي رايحها ومش قادر يكلم حد ولا عارف، خايف يكلم حد عشان يعرفوه، فلو مصر بعتت تسال عنه يتعرف ان هو لسه هربان من هناك، ما هوش عارف يعمل ايه. تخيلوا الحاله اللي هو فيها يا جماعه، ومسافر كل المسافه دايما مصر لمدين على رجليه جري. تخيلوا الاجهاد اللي هو فيه والتعب اللي هو فيه. فلما يروح مصر ويلاقي الفتاتين بيسقوا الماء ومش عارفين يسقوا من القوم، ويسقي لهما فسقى لهما ثم تولى الى الظل، راح قعد في ظل شجره مش عارف يعمل ايه، جعان وتعبان. فقال ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يا رب انا فقر لفضلك يا رب، توجه الى الله. شوفوا الله عمل له ايه، شوفوا عنده معايا كده. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. الحمد لله، مش هنموت من الجوع النهارده، هنلاقي ناكل النهارده، يبقى اكل النهارده اتحل. هذا اول مشكله. فلما جاءه وقص عليه القصص حكى له ظروفه قال لا تخف نجوت، نجوت من القوم الظالمين، لا حد يامنه كمان، يبقى مشكله الامن اتحلت. قالت احداهما يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. قال لا، ده وظيفه ثابته كمان، ده مش اجره النهارده وبس، ده انا خلاص الحمد لله مشكله الاكل اتحلت عندي كل يوم. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان
تأجرني ثمانية حجج. الله اكبر. شقة وعروسة يا رب. قال لك ايه يا جماعة ده يا جماعة. احنا فين هنا؟ مشاكل حياته كلها في لحظة. كل مشاكل حياته اتحلت في لحظة. لانه توجه الى الله سبحانه وتعالى. لو نشوف سيدنا موسى في الصفحة اللي قبلها. لما وجد المصري فقضى عليه. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. طب لما بدأ يستشعر بوادر الاجابة من عند الله قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طب لما جاله المصري يقول له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. قال رب نجني من القوم الظالمين. طب لما طلع يجري من مصر لو عارف يروح يمين ولا شمال ولا قدام ولا تحت مش عارف يروح فين. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. طب لما راح مدد ولقى نفسه مش عارف يعمل ايه وجعان وتعبان فثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. كان كل مشكله كانت بتحصل لسيدنا موسى كان بيقول ايه يا رب كل مشكله قاموس حلول المشاكل في حياه سيدنا موسى كان مفيش فيه غير كلمه واحده كلمه يا رب. تعلق القلب بالله ان قلبه معلق بالله ان مفيش في قلبه غير الله. هي دي يا جماعه عشان كده ربنا عمل له ايه شوفوا في سوره طه وما تلك بيمينك يا موسى. طب لو كان ربنا ما قالش يا موسى كان حصل حاجه عادي وما تلك بيمينك وما اعجلك عن قومك الايه اللي سمعناها في المغرب يا موسى. طب لو كان ربنا ما قالش يا موسى كان حصل ايه قال له. يعني كان من كتر ما احب كلمه يا رب ربنا احب كلمه يا موسى. من كتر ما حب اسم الله الله حب اسمه. من كتر ما كلم الله الله كلمه عشان كده هو كلم الله سبحانه وتعالى. ولما كلمه قال له ايه اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك. تخيل لو رئيس الجمهورية قالها لك طوى من طوى. لو رئيس الجمهورية قال لك انا اخترتك للمهمة دي محدش يعرف يشيلها غيرك صعب من طولك. فتخيل لو الملك هو اللي قالها لك. تخيل هو بيقول لسيدنا موسى الله بيقول لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي. الله بيقول لسيدنا موسى ثم جئت على قدر يا موسى. الله بيقول لسيدنا موسى ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني. شايفين العناية؟ عارفين يا جماعة ايه ولتصنع على عيني؟ عارفين يعني لما ربنا بيقول لسيدنا محمد واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. عارفين يعني ايه؟ كان احد الامراء في عهد السلف كان معدي في الطريق ناس فيتفقد الناس فبيبص في بيت احد علماء السلف لقى علامات الفقر الشديد مالية البيت. البيت شكله بيت فقر شديد جدا. فصحب عليه حال اذى العالم وحال اولاده فمسك سر نقود وامر مهاله في البيت. وكان زمان الفلوس ذهب وامر مهاله في البيت. فاول ما سمى الفلوس ولاده بيفتحوها لقاها كلها فلوس ذهب. كل البيت اتقلب وكل البيت فرحان اختلوا في لحظه الا ابن من بناته خدت ركن على جنبه واخذت تبكي. فقال لها ابوها يا بني ما يبكيك؟ فقالت له يا ابتي هذه نظرة نظرها لنا العبد فكيف لو نظر لنا الله. امال ربنا بصلنا بقى اذا كان لما عبد بصلنا حياتنا كلها اتقلبت. نظرة واحدة من نظرات عبد حياتنا اتقلبت بيها. امال لو نظرة من الله نظر بها الينا. طب تخيلوا بقى ولتصنع على عيني ده مش نظرة ده انت محل نظر الله 24 ساعة. شايفين الرعاية والعناية والمعية يا جماعة؟ شايفين معية الله سبحانه وتعالى؟ قال طب لو انت ربنا نظر ليك هيرضى عنك؟ لو ربنا نظر ليك وشاف احوالك سواء كنت اب او كنت شاب او كنت لو ربنا نظر لينا يا جماعة هيرضى عنا ويفرج كرمنا ولا هيغضب علينا؟ ولا ربنا لو نظر لينا يعني مش لازم نسأل نفسنا هذا السؤال. سورة القصص كلها بتتكلم عن فكرة اساسية ربنا يقدر يعمل لك ايه لو انت اقبلت عليه. لو انت اقبلت على الله يعمل لك ايه؟ في اول سورة القصص لما سيدنا موسى ولد جميع اسباب الموت اجتمعت عليه. فربنا بيحكي لنا سبحانه وتعالى ازاي عمل سيدنا موسى ايه. شوفوا يا جماعه اسباب الموت كلها اجتمعت على سيدنا موسى. اول سبب ايه؟ ولد في العام اللي فرعون بيقتل فيه الاطفال. ثاني سبب ايه؟ ان امه رمته في البحر.
رمته في النهر. انتوا فاكرين النهر اللي سيدنا موسى اترمى فيه زي النهر اللي ده وبقى بحر من الذنوب بتاعتنا؟ لما تروحوا للمكان اللي يعني اللي بيروى في الاثر اللي سيدنا موسى اترمى فيه عند المفارق بتاعت النهر تحس ان هي عامله زي البحر بالظبط، موجه صغيره واحده كانت تقلب التابوت اللي فيه سيدنا موسى. قال لها طب ما ده سبب من اسباب الهلاك، كان يقدر يدفع عن نفسه اي حاجه، يبقى ثاني سبب انه اترمى في النهر. ثالث سبب ان النهر لما خده وداه فين؟ لده قصر فرعون، المكان اللي امه رمته بايديها في البحر عشان تنجيه منه. قال له قصر فرعون. رابع سبب غير ان هو راح لفرعون في ايدين فرعون، رابع سبب وحرمنا عليه المراضع. اتحرم عليه المراضع. قال له طفل لسه عمره ساعات، لسه ما جاش ما كملش يوم، يحرم عليه المراضع، ما ده سبب. وهذه الاسباب كلها لو كان سبب واحد تخلف منها كان سيدنا موسى مات. مين الوحيد في ارض مصر كلها اللي كان يقدر يقول لفرعون لا؟ اللي كان لو قال لفرعون لا تقتلوه فرعون يقول خلاص مش هيتقتل. مين؟ مراته، امرأة فرعون. فربنا وداها قصر فرعون مش عشان فرعون، عشان امرأة فرعون الوحيدة اللي في الجمهورية كلها تقدر تقول له لا. فهو راح لامرأة فرعون وألقيت عليك محبة مني، اللي يشوفه يحبه، لما شفته حبته غصب عنك. سبحان ربي يا جماعة. طب لو ما كانش حرم عليه المراضع، ما كانش رجع لأمه، وما كانش اتربى تربية دينية إيمانية، كان اتربى في قصر فرعون الفاسدة. شايفين ربنا يقدر يعمل لك ايه؟ عشان كده في سورة القصص نفسها لما سيدنا موسى بيقول ربنا رب اني اخاف واخاف ان يكذبون واخاف ان يقتلون، ربنا بيقول لسيدنا موسى في سوره القصص ايه؟ يا موسى اقبل ولا تخف. يا سلام يا رب. واخدين بالكم الكلمه دي؟ في كلمات جميله قوي يا جماعه ما ينفعش تعدى علينا. الكلمه اللي سمعناها في صلاه المغرب وعجلت اليك ربي لترضى، سبعين الكلمه. شفتوا الكلمه جميله ازاي؟ يا رب مش قادر، يا موسى انت بعتك مع قومك ليه؟ مش قادر يا رب، قلبي شددني ريحتك يا رب، مش مصدق. انت هختلي بالعباده من اليك عشان اناجيك يا رب، وعجلت اليك يا رب لترضى. فشايفين الكلمه اللي ربنا قالها لموسى؟ اقبل ولا تخف، اقبلوا ولا تخافوا يا جماعه. اللي خايفين من طريق ربنا اقبلوا ولا تخافوا، اللي خايف على الدنيا من الدين اقبل ولا تخف، اللي نفسه ياخد الدنيا والاخره اقبل ولا تخف، اللي عنده حاجه مخليه مد ظهره ربنا اقبل ولا تخف. حد يخاف من ربنا؟ حد يخاف من طريق ربنا؟ حد يخاف انه يعيش حياته كلها ربنا سبحانه وتعالى؟ هلا عايزين نقبل على الله يا جماعه. ماذا لو اخترنا الله؟ ماذا من المواقف الجميله قوي في قصة سيدنا موسى في سورة القصص، من المواقف الطريفة موقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع الفتاتين. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين، لما سيدنا موسى راح ناحية مدين وجد عليه امة من الناس يسقون، الناس الرجال قاعدين يسقوا الغنم ويملوا المية، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، بنتين فتاتين غلابة مش عارفين يعملوا حاجة، والرجالة ما عندهاش مروءة سايبينهم في الاخر ورا. قال ما خطبكما؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي سايبكم كده؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الايه دي بتديها لمين يا جماعه؟ بنشرحها لمين؟ بنشرحها عشان الشباب اللي قاعدين معانا دلوقتي. شايفين العفاف يا جماعه؟ شايفين العفاف؟ شايفين الفتاتين دول العفاف بتاعهم شكله ايه؟ العفاف بتاع الفتاتين دول اول حاجه ما خرجوه، اول حاجه الفتاتين دول اشتغلوا ولا ما اشتغلوش؟ اشتغلوا ولا لا؟ اشتغلوا يا جماعه، اشتغلوا، خرجوا للعمل. بس امتى خرجوا للعمل؟ امتى؟ لما كان خلاص مفيش حد بيشتغل مكانهم. يبقى المرأة لا تخرج للعمل الا لما تبقى محتاجة للعمل اشد الاحتياج. طب لما سيدنا موسى لقوه هيكفي عنه ماذا العمل؟ قعدوا في بيتهم ولا لا؟ قعدوا في بيتهم. طب لما خرجوا للعمل قعدوا يزنقوا وسط الرجالة ويزحموا وسط الرجالة والستات تزحموا ولا ايه؟ ولا وقفوا ورا عم يلاقوا مكان فاضي يدخلوا فيه؟ يبقى اذا العفاف حتى في العمل. طيب لما المرأة شوف فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت، شوفوا قالت لسيدنا موسى ايه؟ ان ابي ماله يدعوك عشان ايه؟ ليجزيك مقابل ايه؟ اجر ما سقيت لنا. هل لو شلت كلمه واحده من هذه الجمله تلاقي الجمله بقت جمله مفيده؟ لما كلمته قالت له جمله مفيش حرف واحد منها ينفع يتشال.
شايفين المشير والست بقى اللي تقعد تكلم زمايلها في الشغل والبنت اللي تقعد تكلم زمايلها في الجامعه تقعد تتكلم خمس ساعات وتقول ده صاحبي مفيش في نهايتها حاجه قالت جمله ما ينفعش عطف واحد زي بشاف. شايفين العفاف يا جماعه وسيدنا موسى عفاف سيدنا موسى ما رضاش ان يمشي وراه مشي قدامهم وهم رايحين لبيت ابوهم عشان عينيه ما تقعش عليهم عشان كده قالوا ان خير من استاجرت القوي الامين العفاف يا جماعه وشايفين قول الله فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك. المفسرين هنا اختلفوا هي تمشي على استحياء ولا على استحياء قالت. واخدين بالكم معايا الحياة في مشيتها وفي كلامها سواء وهي ماشية في الشارع حتى وماشية ومتكلمش حد ماشية الحياة حتى بتتكلم في المصالح الضرورية في الدنيا بتتكلم بحياة. عفاف يا جماعة العفاف العفاف يا شباب العفاف الله سبحانه وتعالى حرك فيه الفخر من مكانه زي ما هنتكلم الآن. فأنا مقصد لو كان شاب تاني بقى غير سيدنا موسى وشاف موقف الغنم ده كان يلوم ايه؟ الغنم الجميلة دي الغنم دي الشباب الوقت بقى الفرصة ما تضيعش بقى انا ممكن ابقى كل يوم هنا عشان الغنم دي مكانكم سبحانه. ولكن عفاف انسان عفيف وفتاتين عفيفتين فسيفة الله سبحانه وتعالى بيتكلم في سورة القصص عن الله يعمل لك ايه لو انت اقبلت عليه الله يديك ايه لو انت اقبلت عليه. فكرة مهمة جدا يا جماعة فكرة مهمة جدا عشان كده في سورة القصص نفسها قارون لما ربنا قال ان قارون من قوم موسى كان من قوم موسى واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصمة اولي القوة. 10 رجالة اشداء ما يعرفوش يشيلوا المفاتيح بتاعت الخزائن بتاعته سبحان الله. طب لما ربنا خسف بيه الارض خسف بيه الارض ليه يا جماعة؟ اللي بيضيع الدنيا مش الدين اللي بيضيع الدنيا هي قلة الدين. ربنا اداله الدنيا قال له تعالى لي بقى قال له لا انا عايز الدنيا وبس خلاص الدنيا ضاعت والدين ضاع والدين ضاع. يبقى اللي بيجيب الدنيا هو الدين واللي بيجيب الاخره هو الدين طريق الناس سبحانه وتعالى. ماذا لو اخترنا الله واحنا يقول لي طب انا لو رجعت لربنا طب انا لو تبت الى الله طب انا لو عشت حياه ربنا بقى حياه كامله ربنا يقبلني ولا يعاقبني؟ يقبلك ايه ويعاقبك ايه؟ ده قبل ما يقبلك ويعاقبك ده ربنا هيحتفي بيك احتفاء لا تتصوره. شوفوا يا جماعه سيدنا ابراهيم قال ايه سوره مريم واعجز قال سلام عليك بكلم ابوه ساستغفر لك ربي انه كان بي حفية. يعني ايه حفية؟ يعني استقبلني بحفاوة. يعني ايه استقبلني بحفاوة؟ يعني لما تجيلي بيتي اقوم اجيب لك حاجة ساعة شوية واجيب لك فاكهة شوية واجيب لك غدا شوية واجيب لك حلويات شوية واجيب لك عصير. تقول لي ايه الحفاوة اللي انت بتستقبلني بيها دي؟ ايه الحفاوة دي كلها؟ هو ده يا جماعة سيدنا ابراهيم بيقول كده ربنا استقبلني بحفاوة. اول ما تقبل على الله اول ما تختار طريق الله يبقى كان عندك مرض وتعبك لا ربنا شفاهولك كان عندك مشكلة تعبك لا ربنا حلها لك كان عندك هم وألم وما بتعرفش تنام من القلق لا ربنا ريح لك نفسيتك كان الفلوس بتبتلى ربنا بارك لك في كل حاجة في وقتك وفي فلوسك. يبقى إذا يا جماعة إنه كان بي حفية نفس الكلمة اللي قالها سيدنا زكريا في سورة مريم برضه لما قال ولم أكن بدعائك وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. كان بيطلب من ربنا إن يديله ولد وهو بيطلب من ربنا الولد بيقول له ايه؟ ولم اكن بدعائك ربي شقيا. يعني ايه؟ يعني عمري يا رب ما رفعت لك ايدي وشقيت مع دعائك. عمري يا رب ما وقعت في مشكله وتوجهت اليك وسبتيك من غير ما تحلها لي. عمري يا رب ما وقعت في كرب او هم او غم او ضيق او ابتلاء ورفعت ايدي ليك الا وكانت الاجابه نازله قبل ما ايدي تنزل من الدعاء. عمرك يا رب ما كسفتني ابدا لما توجهت. شايفين الكلام يا جماعه؟ شايفين اليقين يا جماعه؟ كل ده ليه؟ عشان طاعتهم. ولم اكن بدعائك رب شقيا. سيدنا موسى واقف البحر قدامه فرعون وراه واصحابه بيقولوا له انا لمدركون خلاص هنتذبح هنا اهو. قال كلا ان معي ربي. الله كان واحد زميلنا وهو جاي يدخل الامتحان كده فشاف اتنين زمايلنا امتحان اخر السنه فشاف اتنين اصحابنا قاعدين يراجعوا قبل اللجنه بخمس دقايق وقاعدين يراجعوا بسرعه 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 فبيقولوا لهم فيها يا جماعه انتوا مرعوبين كده ليه؟ قالوا لهم مرعوبين يا ابني الامتحان. فقال لهم كلمه عجيبه والله يا جماعه. قال لهم هو انتوا اللي داخلين الامتحان؟ فاهمين يا جماعه الكلمه؟ واخدين بالكم الكلمه؟ قال لك انت امال فين معيه الله؟ فيعني تخيل لو انت فعلا داخل الامتحان امتحان ايه؟ تخيل انت داخل امتحان ايه؟ امتحان
انجليزي مثلا وقلت لك انا هجيب اكبر موجه انجليزي في البلد يقعد جنبك على الدكه لو اي سؤال صعب عليك يحلوه لك، تبقى خايف وانت داخل؟ ما تبقاش خايف وانت داخل. هي دي معيه الله سبحانه وتعالى. قال لا، امال انا بدخل وما بجاوبش ليه؟ ما هو حبيب قلبي ما كل حاجه بتشطبها، ما هو يا اخي الكريم كل حاجه بتشطبها. ما احنا قلنا ماذا لو اخترنا الله؟ لو اخترنا ربنا يبقى دي حياتنا. يعني ايه اخترنا الله؟ يعني عشنا الحياه اللي على مراد الله. يعني ايه اخترنا الله؟ يعني عشنا حياه طاعه الله، مش سطر وسطر يا جماعه، مش شويه نور وشويه ضلمه، مش شويه في الجامعه وشويه على القهوه، لا، حياتنا كلها على مراد الله سبحانه وتعالى. من غير ولا ذنب؟ لا، مش من غير ولا ذنب، ولكن حياتنا كلها طاعه. الا اللبن، الا اللبن. يبقى اول حاجه ربنا يعملها لك يكرمك ويحتفي بيك ويفرح بيك سبحانه وتعالى. ثاني حاجه يغفر لك ذنوبك مهما عملت، مهما كانت ذنوبك القديمه. عارفين ابو سفيان بن حرب ان كان قائد جيش الكفار ضد المسلمين في غزوه احد وغزوه الخندق؟ عارفينه؟ عارفين هند بنت عقبه مراته اللي فتتت كبد سيدنا حمزه بن عبد المطلب في بقها بعد غزوه احد؟ في جرايم اتبع من كده؟ في حد اذى الله ورسوله اشد من كده؟ شوفوا يوم فتح مكه لما الرسول عليه السلام قال ايه؟ قال من دخل دار ابي سفيان، ابو سفيان اللي عمل في كل ده يا رسول الله، الرسول قلبه واسع ورحمته واسعه عليه الصلاه والسلام، من دخل دار ابي سفيان فهو امن. تخيلوا بعد ما قال الكلمه دي هند بنت عقبه فضلت واقفه على الباب، كل واحد يجي يدخل دار ابو سفيان يقول تقول له ايه؟ ارجع فحارب محمد، ارجعوا فاقتلوا محمد، ارجعوا فحاربوا محمد، واقفه تشجع الناس تقول لهم انتوا جايين تعملوا ايه؟ اقتلوا اعملوا في اي حاجه، لغايه كده لدرجه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اباح دمها. في مجموعه الرسول اباح دمها لما دخل مكه، قال لها هند بنت عقبه الرسول اباح دمها من كتر اللي عملته بقى في الاسلام والمسلمين، فلبست نقاب وغطت وشها وراحت بيعت النبي عليه الصلاه والسلام. فلما النبي بايعها وامنها كشفت عن وشها وعرفته ان هي مين؟ ان هي هند بنت عقبه. ليه؟ لغايه ما خدت الامان من النبي. تخيلوا يا جماعه اللي عملوا كده في الاسلام بعد 15 سنه، النبي مات بقى عليه الصلاه والسلام، ومرت الايام وسيدنا ابو بكر جه ومات وسيدنا عمر جه وجاءت الفتوحات الاسلاميه وجاء يوم اليرموك. عارفين غزوه اليرموك؟ غزوه اليرموك كانت بين المسلمين والروم، كان عدد المسلمين 36,000، كان عدد الروم 240,000. غزوه اليرموك دي كان اللي هينتصر فيها هيبقى القوه العظمى في العالم. كانت الحرب اللي هينتصر في المعركه دي بالذات هيبقى هو اعظم قوه في العالم في هذا الوقت. فكانت غزوه رهيبه. المسلمين لما دخلوا على الروم في مسلمين طلعوا يجروا وفروا، وقفت هند بنت عقبه شالت عمود الخيمه الخشب بايديها وفضلت تنادي بالجنود وتقول لهم امن الله تفرون ام عن الجنه تنهزمون، ارجعوا فقاتلوا الكفار. مش دي اللي كانت قبل كده بتعض كلمه حمزه بن عبد المطلب؟ مش دي اللي كانت قبل كده بتقول للناس ارجعوا فاقتلوا محمد؟ شايفين يا جماعه؟ شايفين الناس اتقلبت ازاي؟ وربنا لما تقبلها قلوبها اتقلبت بالدين وحب الدين ازاي؟ ابو سفيان بن حرب رايح بيطلع يكرم المعركه، قالت له امن المعركه تفر، كم حاربت الله ورسوله؟ فارجع فابني كما ابليت في حرب الله ورسوله، زي ما كنت بتحارب ضد الله ورسوله ارجع الوقت واستحمل. سيدنا ابو سفيان اتحملت في المعركه في زوجته لدرجه ان من شده قتاله عين من عينيه الاثنين فقدت في اليرموك. بعد كده قعد في البيت، لا، جت القادسيه، معركه من المعارك القادسيه واليرموك. فاكرين الايام دي يا جماعه؟ احنا دلوقتي طلعنا على اوسلو ومدريد ومش عارف ايه، فاكرين ايام العزه دي؟ ايام العزه، ايام ما كان الخليفه يبص للسحابه في السماء يقول لها ايتها السحابه ابصري حيث شئت فان خراجك باذن الله سياتي الى هنا. كان المسلمين الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس لما كنا على امر الله سبحانه وتعالى. يوم القادسيه دخل وحارب فقد عينيه الثانيه وشرفوا ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يموت انه يلقى الله وعينيه الاثنين فقدوا منه في الجهاد في سبيل الله. شايفين ربنا تقبلهم قد ايه بعد كل اللي حارب به ربنا؟ ولا مستعد تسيب ايه عشان ربنا؟ ما عشان تاخد كل ده مستعد تسيب ايه عشان ربنا؟ مستعد تعمل ايه عشان ربنا؟ اما تيجي تكلم شاب دلوقتي وتقول له الصحبه السوء اللي انت ماشي معاها دي هتوديك ورا الشمس يا ابني، مستعد؟ الناس يا جماعه الوقت مستعده تسيب اي حاجه عشان اي حاجه اللي عشان ربنا. الشاب ممكن يسيب الصحبه السوء اللي ماشي معاها لانه هو في الثانويه العامه دخل كليه وما دخل كليه ثانيه. ممكن يسيب الصحبه السوء لانه مش شكل معاها.
ممكن يسيب الصحبة السوق لانه سقط سنة في الكلية فهو بقى سنة وهو سنة. ممكن يسيب الصحبة السوق لانه عارف ناس حلق. طب لو عشان ربنا لو قلت له عشان الله يسيبهم ما يبقاش يسيبهم. ممكن شاب متعلق ببنت وماشي مع بنت يا ابني سيبها عشان حرام يا ابني حرام عليك حتى السيئات قاعد يعد عليك. ممكن يسيبها لان ابوها ما وافقش عليه وممكن يسيبها لانه شاكل معاه وممكن يسيبها لانه شاف واحده ثانيه احلى منها وممكن يسيبها لانه زهق منها ممكن يسيبها عشان اي حاجه. انما تقول له سيبها عشان ربنا ما رضاش يسيبها عشان ربنا. قال يبقى اذا اما تسيب اللي انت بتعمله عشان الله مما يرضي الله وتقشى فيه. سيدنا ابراهيم يا جماعه سيدنا ابراهيم ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. شايفين يا جماعة خير بين الله وابوه اختار الله وعدم عشان ربنا. خير بين الله وقومه اختار الله وهجر قومه عشان ربنا. خير بين الله ومراته حطها على الجبل في الصحراء واختار ربنا. خير بين الله وابنه حط السكينة على رأس ابنه عشان ربنا. ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. قال هو ده اللي اختار ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اختيار الله الطاعة يا جماعة. احنا النهارده بنتكلم عن ربنا هيديك ايه في الدنيا لو اقبلت عليه. لو بقيت راجل ملتزم ملتزم ربنا هيديك ايه في الدنيا. هتلاقي اثر الطاعة في كل حاجة في حياتك. حب الناس ليك. حب الناس. ان الله اذا احب عبدا نادى في اهل جبريل. يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. وبعد كده سيدنا جبريل يادي في اهل السماء كلهم. ان الله يحب فلان يحب محمد ولا ابراهيم ولا احمد ولا اسماعيل فاحبوه. كل ملائكة السماوات السبع تحبك. ثم يوضع له القبول في الارض. كل الناس تحبك. الوقت الشاب تلاقيه وسط اصحابه يدخل يسلم عليهم يدلهم ظهره ويمشي ده يتريق عليه وده يلمس عليه وده ينغص عليه. لا مفيش حب صادق يا جماعه. انما لو انت بتعرف ربنا كل الناس تحبك وكل الملائكه تحبك. بل والله لو قلت لك ان طوب الارض بيحبك ما هيبقى كده. مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اني لاعلم حجرا في مكه قبل ما رسول يبتعث كان يسلم عليه. حجر في الارض بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش رسول الله قال على جبل احد هذا جبل يحبنا ونحبه. الصخر يحبك. الجبل يحبك. بل النبات والحيوان يحبوه. مش جذع الشجره لما رسول الله راح يخطب على منبر خشب جذع الشجره امن حنينا الى رسول الله والصحابه طلعوا بودانهم صوت حنين الجذع الى رسول الله. صح ولا لا؟ النبات والحيوان بيحبك. حتى الحيتان في بطن البحر وحتى النمل في الجحور بتاعته تحبك. والله العظيم مش ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رسول الله. يبقى كل الدنيا كلها تحبك. الاثر النفسي للصح ده السعاده النفسيه اللي انت تبقى فيه. كان احد الشباب بيقول يعني تفتكر ان انا لو التزمت ابقى سعيد؟ تبقى سعيد. يا بختك يا ابني بالسعاده النفسيه اللي ربنا ادالك لو التزمت. يا بختك. كان والله يا جماعه احد المشايخ قايلها لي بالسابق قال لي انا ساعات بحس في قيام الليل بسعاده بقول لو اهل الجنه عايشين في السعاده النفسيه اللي انا فيها دي يبقى الجنه دي حاجه ما حصلتش. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ كان احد السلف كان بيقول ان في الدنيا جنه. في الدنيا ده ايه جنه؟ الدنيا الخرابه دي ده جنه؟ اي والله فين دي؟ ده كمان من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. لا طب فين الجنه دي؟ في ذكر الله وفي طاعه الله. جنه. كان احد السلف بيقول انا لنجد لذه في طاعه الله لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. قال هي دي اللذه الحقيقيه يا جماعه. كان يعني كنت مع احد زمايلنا مره خارجين من الجامعه فواحنا خارجين من الجامعه قاعد يبص على البنات وعلى الفتن الموجوده وحسيت انه بيترعش من شده الرعب. ايه يا ابني في ايه؟ انا خايف احسن انتكس. انا خايف احسن اتقلب. انا خايف احسن افتن. طب اعمل ايه؟ لقينا مسجد. دخلنا في المسجد. انا قعدت اقرا شويه قران وفضيت ركعتين وقعد يقرا شويه قران. فتح المصحف على اخر سوره ياسين. لقيت بعد ما خلصت الركعتين لقيته راجعني بيقول لي بص انا الايمان اللي في قلبي دلوقتي لو اتوزع الدنيا كلها فين؟ انا حاسس بثبات الوقت لو الدنيا دي كلها قدامي الايمان اللي في قلبي ده يكفيها. ليه؟ لما قرأ كلام الله سبحانه وتعالى. السعاده النفسيه دي تجيبها منين؟ الناس كان احد الشباب لما اقول له يعني انا خايف عليك احسن تنتكس بعد ما التزمت يقول لي لا يمكن
الناس يقول ان كل ما افتكر حالتي النفسيه قبل ما التزم وافتكر حالتي النفسيه دلوقتي اقول لا يمكن ارجع ثاني ابدا. لا يمكن. واحد يقول لي ايوه والله فعلا كلامك صح، ده انا بقالي اسبوع كده رجعت لربنا وتوبت لربنا وما صليتش غير في الجامع وحاسس ان انا ضعيف، ودي تجيئه السعاده اللي لسه هتشوفها ولسه هتحسها، بس انت استمر مع ربنا شويه اما ربنا كمان يرزقك صحبه طالحه في الالتزام وفي الدين هتحس بسعاده عمرك ما حسيت بيها قبل كده. حب الناس، السعاده النفسيه، حتى الطلبه يا جماعه معانا طلبه، الطلبه ايام امتحانات، يعني هل الطالب اللي بيقوم يصلي ركعتين ويقعد يذاكر حالته النفسيه ايام المذاكره ايام الامتحانات زي الطالب اللي قاعد يذاكر من غير ما يتوجه الى الله؟ لا يمكن. ده حتى الصعب تشحنك على المذاكره. عشان كده علماء السلف كان لهم قصص في طلب العلم لا توصف. كان العالم من علماء السلف يقعد يطلب علم لغايه ما ينام، الشيخ بتاعه يكبه ما يخش ويصحى يقعد يكمل ممكن لغايه ثاني يوم. ده معزيمه رهيبه جدا من الايمان والطاعه. يبقى العزيمه بتاعتك على المذاكره بتبقى ضعف ضعف لو اطعت الله سبحانه وتعالى. لو انت اطعت الله. الا واحد يقول لي طب المذاكره وما فيش وقت، ما فيش وقت لربنا يا ابني، ما فيش وقت لربنا. في واحد ما عندوش وقت لله؟ ده انت ممكن يتكب منك ازازه حبر على المكتب تقعد تعطي الضغط. ده انت ممكن يجي لك دور برد ايام الامتحانات تقعد اسبوع نايم في السرير مش قادر تقرا كلمه. ده انت ممكن يحصل لك اي حاجه تعطلك. هل بتستخسر وقت في ربنا؟ تلاقي الشاب قبل ما يلتزم كان ممكن يقعد على القهوه يوميا ثلاث ساعات. واما يلتزم يقول مفيش وقت. لا، لازم اول حاجه نديلها وقتنا هي الله سبحانه وتعالى. اول حاجه نودي لها وقتنا وجهدنا هي الله يا جماعه. هو طريق الله سبحانه وتعالى، سماع الشرايط، حضور الدروس، الصحبه الصالحه، اجابه الذكر، حفظ القران. ده غذائك، ده القوت بتاع قلبك، ده قوت القلوب يا جماعه، قوت القلوب الى الله سبحانه وتعالى. لا يزال اثر الطاعه هتلاقيه في كل شيء في حياتك، في رزقك، في رزقك ازاي؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هاجر من مكه وساب باله كله في مكه. فراح المدينة مفلس. لما راح المدينة وتاجر، عارفين كان بيقول ايه يا جماعة؟ كان بيقول ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. من شدة ما ربنا كان فتح عليه في الرزق. كانت مرة السيدة عائشة بتكلمه فبتقول له ان الاغنياء يدخلون الجنة حبوا. بيدخلوا الجنة وهم بيحبوا، لان الاغنياء ايه؟ كانوا بعدوا عن ربنا. قال لها ايه؟ قال لها وماذا افعل؟ اذا كنت كلما انفقت 100 اخلف الله علي 1000. طب اعمل ايه؟ انا بصرف 100 ربنا بيجيب لي 1000، افطر ازاي يعني؟ مش جاي افطر خالص. تدبرت في ايه غريبه جدا في سوره الذاريات لما سيدنا ابراهيم جاله الوفد الكرام بتوعه فجاء بعجل الايه؟ سمين، جاب لهم عجل سمين. انا قعدت افكر قدام الايه دي يا جماعه، الايه دي عجيبه جدا. سيدنا ابراهيم جاب العجل ده منين؟ سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام جاب العجل ده منين؟ يعني واحد عايش حياته كلها للدعوه، ما كانش بيشتغل عشان يتفرج للدعوه، كان جايب الكلام ده منين؟ رزق الله سبحانه وتعالى. احد القصص الرمزيه ولكنها كانت قصه جميله قوي قوي، ان احد الناس يعني احد الناس زمان كان مجتهد جدا في عباده الله ليل نهار، فالشيطان حاول يفتنه ما عرفش يفتنه، يعمل معاه. هو الشيطان هيسيبك؟ لا، ده وراك ما تنسى فيها عمره، هو هيسيبك. فالشيطان ما عرفش يعمل معاه حاجه فراح لمراته. ما هو الشيطان هيلف عليك بقى لو ما ينفعش معاك انت، يلف على اللي حواليك. فراح لمراته، انت هتسيب جوزك كده؟ كل الستات جيرانك بياكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويتفسحوا وجوزك لا ما ينفعش. اول ما جيت سلمته بقى، وتخيلوا بقى لو الستات استلموا جوزهم بقى، اول ما جيت سلمته، طب انت عايز تعبد ربنا؟ اعبد ربنا ما قلتلكش لا، ولكن تكفيني في رزقي انا وولادي. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني تجيب لي قدر معين من المال يغطي كل احتياجات اللي انا عايزها، بعد كده اعبد ربنا زي ما انا عايز زي ما انت عايز. فقال لها حاضر. خرج من البيت ثاني يوم مش عارف يعمل ايه. هو كان على قد ان هو بيحط في النار طلع له سمكه كبيره ياكلها هو وخلاص، فمش عارف يعمل ايه. فقعد يحاول يدور على شغل، يدور على شغل مش لاقي شغل. فقام رايح الجامع قعد يعبد ربنا، وقام حاطط السناره في البحر وفضل يعبد ربنا لغايه اخر اليوم. بيرفع السناره لقى فيها سمكه كبيره، رجع قال لها فين الفلوس؟ قال لها معلش بكره ان شاء الله. تاني يوم خرج مش عارف يعمل ايه، راح الجامع قعد برضه يعبد ربنا وحط السناره لقى سمكه في اخر اليوم، راح اداها لها. قالت له انت هتفضل لي كده؟ قال لها بصي انا لقيت وظيفه عند الملك،
انا بشتغل عند الملك. قالت له لو فين المرتب؟ قال لا لا، اصل المرتب ما بيديش من يومين، الملك ما بيديش من يومين، الملك بيدي اخر كل شهر. قالت له يعني اخر شهر؟ لا اخر الشهر. قالت اللي عندي بقى كل يوم يخرج في البيت يعبد ربنا طول اليوم ويحط الصناره، اخر اليوم يلاقي السمك يروح يديها لها، لغايه ما جه في اليوم الثلاثين ما هوش عارف يعمل ايه، بكره هتقول لي فين المرتب؟ فقال لا لازم اخرج بقى واشوف الموضوع ايه. طلع يدور يمين ويدور شمال لغايه ما لقى احد الناس رضى انه يشغله مقابل اجر زهيد جدا. فضل شغال طول اليوم وبعد كده خد الاجر الزهيد ده وهيعمل ايه مع ابراهيم؟ هقول لها ايه؟ وهو راجع هيعمل معاه ايه؟ فرجع في قمه الحيره، ولكن وهو راجع فجاه لقى شكل البيت من بره كده متغير وفي هيصه جوه البيت، وهو لسه داخل لقى باباه جاي له من عند البيت. قالت له الملك بعت لك واحد بطبق فيه 29 لؤلؤه وبيقول لك كل اجر ال 29 يوم اللي انت اشتغلتهم عنده، ولو كنت اشتغلت عنده اليوم ال 30 كان بعت لك الولاد 30. سبحان الله العظيم. شايفين يا جماعه؟ عايزين تشتغلوا عند الملك يا جماعه؟ مين اللي عايز يشتغل عند الملك يا جماعه؟ والله اكرم 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 من يوم، بس انت بس تقول يا رب وما اشترطش عليك حاجه صعبه، ما قالكش اقعد في الجامع. الرسول قال لحنظله ايه؟ ساعه وساعه، ساعه اشتغل فيها واجري على مصالحك، ساعه ذاكر فيها واجري على دراستك، ساعه من فيها اللي وراك في الدنيا من المباح او من تحصيل الشغل بتاعك، وساعه تسال ربنا سبحانه وتعالى. كتير على ربنا ساعه في اليوم؟ 23 ساعه للدنيا وساعه لربنا كتير يا جماعه. لما تدي ساعه النهارده ربنا تسمع فيها شريط، لما تدي ساعه بكره ربنا تحضر فيها درس في الجامع، لما تدي ساعه ربنا بعده تقعد فيها مع صحبه صالحه، لما تدي ساعه ربنا في اليوم اللي بعده تحفظ فيها قران. انك هو كتير على ربنا يا جماعه، انك تدي ربنا ساعه من يومك كتير؟ كتير ولا قليل؟ قليل قوي على ربنا والله، بس ربنا راضي منك بكده، راضي منك سبحانه وتعالى بكده. ثمار الطاعة هتلاقيها في كل حاجة في حياتك. على العكس بقى العصاة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت آمنة لأعلى درجات الأمن وهو الاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كان عندها الرزق الأعلى درجات الرزق وهو الرغد وكمان من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. يا عمل فيها ايه ربنا؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع ضد الرزق والخوف ضد الامن، ومش اذاقها الله الجوع والخوف، اذاقها الله لباس. يعني كأن الجوع والخوف بقى زي الهدوم اللي على جسمهم ليل نهار، جوع وخوف قايمين نايمين جوع وخوف، صح؟ في اي حال من احوالهم الجوع والخوف لا يفارقهم. كل ده ليه؟ بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ربنا بيقول للنبي اسأل اليهود عن القرية، كانت قرية من بني اسرائيل على البحر وكانوا بيصطادوا. اذ يحا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعتون في السبت. إيه ربنا قال لهم يوم السبت ده ممنوع الصيد فيه؟ فالناس دي بدأت تفسخ يا جماعة، فربنا ابتلاها بابتلاء غريب جدا. عارفين الابتلاء ده كان ايه؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان كده بتطلع الشرعات بتاعتها في المية، يعني ناقص تنزل تتمشى في الشارع كمان، يعني حاجة، وهم واقفين كده هيموتوا مش قادرين ان هم يرموا الشبكة في البحر. ويوم لا يثبتون ست أيام تانيين مفيش بسريات صغيرة تبقى في المية. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عارفين يا جماعة دي مشكلة ايه؟ المشكلة دي احنا كلنا واعيين فيها الوقت. اما الحرام يبقى سهل والحلال يبقى صعب، اما يبقى الزنا ببلاش في الشوارع بس عشان تتجوز واحدة عفيفة تعزها وتعزك لازم تقعد 20 سنة عما تعرف تجيب مع راسك كده، اما يبقى اي وظيفة تقدم فيها خمرة تصدق بالفنادق متاحة قدامك بس عشان تجيب وظيفة تكسب منها لقمة حلال ب200 جنيه في الشهر ما تلاقيش. شفتوا يا جماعة؟ اما الحلال يبقى صعب والحرام يبقى سهل. دي عقوبة يا جماعة، دي عقوبة من عقوبات ربنا. طب ربنا بيعاقب الناس كده امتى؟ اما الناس تبدا تضحك على ربنا. يعني ايه؟ اما الواحد يبقى ليله نهار في المعاصي ويقول لك انا كده كويس والله بنات ابيض خلاص، انت تضحك على ربنا؟ اما يبقى الناس غرقانه في الشهوات والملذات ده
التلفزيون اللي البعض بيتفرج عليها 5 دقايق على اغنية ولا على مشهد من المشاهد اللي شوفوا في كم سيئة، شوفوا عدد العدد عدد السيئة كده هي كم سيئة، ويجي في الاخر يقول لك مدام هنا ابيض خلاص. انا نيتك ايه؟ اصل انتوا نيتكم وحشة، اصل انتوا لما بتشوفوا الحاجات دي شهوتكم بتصور لانكم ناس اصلا يعني، انما احنا لا احنا نضاف من جوه. فلما تبدا الناس تضحك على ربنا يقوم الموضوع ده العقوبه دي فيك. عارفين يا جماعه لو الناس وقعت في الفتنه دي يحصل ايه؟ عارفين لو الناس زي ما بني اسرائيل وقعوا في الفتنه دي قاموا حاطين الشبك يوم الجمعه، اصطاد الحيتان يوم السبت، شالوه يوم الحد، ضحكوا على ربنا برضه، فضلوا يضحكوا على ربنا برضه، ربنا مسخهم قرده وخنازير. عارفين يا جماعه لو فضلنا نضحك على ربنا بيحصل ايه؟ الكلى اللي ربنا مديها لنا ده اللي اتكلمنا عنها اول الدرس، المعهد القومي للكلى، معهد القومي، بقت امراض الكلى عايزه معاهد قوميه، المعهد القومي للكبد، بقت امراض الكبد عايزه معاهد قومي، المعهد القومي للقلب، المعهد القومي للسرطان، المعهد القومي لسرطان الاطفال، ايه ده؟ ايه ده؟ نهر النيل اطول نهر في العالم في بلدنا وما تعرفش تشرب كوبايه ميه، كل ده من معاصينا والله العظيم. عارفين لو احنا ما بنعصيش ربنا نحط ايدنا في الميه ده ايه ونملى بطننا من الميه من غير ما يحصل لنا اي حاجه، حد يعرف يعمل كده دلوقتي؟ بذنوبنا ومعاصينا والله يا جماعه، بذنوبنا. النادي زي نادي جزيره الورد يوم الخميس بالليل، يوم الخميس بالليل كاف الحزب النصر والرزق عن الامه 40 سنه كامله، صح ولا لا؟ معاصي صح؟ كاف الحزب النصر 40 سنه كامله، امال يا جماعه؟ امال ايه؟ جيش سيدنا موسى كان فيه عبد بيبارز الله في المعاصي، ربنا منع فيه المطر عن قوم موسى كلهم الوقت يا جماعه. بصوا لغايه شهر 12 اللي فات ما كانش نقطه ميه نزلت من السماء يا جماعه. يعني انا مش كبير قوي يعني، بس افتكر وانا طفل صغير كان يوم 5/9 او 6/9 كان الشتاء يبدا، كانت السماء تقعد 3 ايام متواصل تشتي ما تبطلش لحظه. دلوقتي تلاقي السماء مليانه سحاب وفي الاخر تقوم ربع دقيقه كده وخلاص ومعديه، كان يعني ايه؟ كان احنا نتزل بس بنتحلف كده يعني. كانت مره الدنيا شاكه كمان في المنصوره، فراكب مع سواق تاكسي بكلم معاه ربنا والدين والايمان فبيقول لي يعني بيقول لي يعني ده انا جاي من بلدنا والله العظيم الحذاء بتاعي ما يتبل وانا ماشي فيها، المنصوره اللي مش محتاجه الشتا الدنيا بتشتي فيها وتلبخ الناس، والقرى اللي محتاجه المطر تلاقي مفيش نقطه ميه نازله فيها. قال فين يا جماعه الذهب الابيض بتاع زمان اللي كنا بندرسه ده؟ القطن المصري فين ده؟ راح فين يا جماعه؟ قال فين القمح المصري يا جماعه؟ فين الذره المصريه؟ فين الكلام ده؟ بمعاصينا يا جماعه، بمعاصينا والله، بمعاصينا. امال فين زمان؟ فين قمح زمان وقطن زمان؟ كان هذا ينبت في زمن العدل. عارفين كان هذا ينبت في زمن العدل؟ عارفينها؟ لما احد علماء السلف بيقول وجدت في خزائن بني اميه حبه قمح في حجم نواه التمره مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن العدل. ايام ما كانت الناس عارفه ربنا. انا بتكلم عليكم انتم، انا ما بتكلمش على حد تاني، انا بتكلم علينا احنا، انا بتكلم على معاصينا احنا، انا بتكلم على تقلبنا في معاصي الله سبحانه وتعالى. نحرم بها الرزق والله العظيم، نحرم بها الرزق، نلبس بها لباس الجوع والخوف. امال ايه؟ الله اله عزيز، اذا التفتنا عنه يلتفت عننا. احنا بنعبد اله كريم لو اقبلنا عليه يقبل علينا، واله عزيز لو التفتنا عنه يلتفت عننا سبحانه وتعالى. ماذا لو اخترنا الله؟ حتى يوم القيامة يا جماعة، حتى يوم القيامة اللي مدته 50,000 سنة، 50,000 سنة، يبقى كل الناس في الحر والشمس وانت بتطلع عرش الله، يبقى كل الناس عطشانة وانت النبي عليه الصلاة والسلام بيسيك بايديه، يبقى كل الناس مرعوبة وانت الملائكة بتطمنك، يبقى كل الناس عريانة وانت مكسو من حلل الجنة، حتى يوم القيامة وكل الناس في الظلمة والعرق والتعب والذل والانتظار والمهنة والعذاب في كل الظروف دهيت، تلاقي واحد ساجد لله وقاعد يسبح. ايه ده؟ ده وسط كل ده بيعمل ايه؟ اصل ده مات وهو بيصلي. وفي وسط كل القلبه دي تلاقي واحد ماشي لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، ده ايه ده؟
خدمته هو بيحج وفي وسط كل ده تشم ريحه رائعه ما حصلتش. تلتفت وتبص تلاقي شهيد جاي بدمه، ده مات استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طب ازاي نعيش، ازاي نموت الموتة دي يا جماعة؟ عايزين نموت على ما مات عليه الصالحين، نعيش على ما عاش عليه الصالحين. عايزين نموت على ما مات عليه رسول الله، نعيش على ما عاش عليه رسول الله. فين حياتنا من حياة النبي يا جماعة؟ فين ليلنا من ليل النبي؟ فين نهارنا من نهار النبي؟ فين شكلنا من شكل النبي؟ فين افراحنا من افراح النبي واحزاننا من احزان النبي؟ وجهدنا من جهد النبي وفكرنا من فكر النبي؟ احنا فين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو انت معلق في القبر بتاعك بدل ما يضيق عليك لغاية ما تختلف اضلاعك يضمك ضمة الام الحانية. لو انت مع الله سبحانه وتعالى تلاقي واحد جاي لك في القبر، مين ده؟ انت مين صاحب الوش الجميل ده؟ يقول لك انا عملك الصالح، وشه الجميل المنور ده صلاتك اللي كنت بتصليها، عينيه الجميله دي بكاءك من خشيه الله ونظرك في المصحف، ايديه الحانيه ده اللي بتطبطب عليك صدقتك ورحمتك بالفقراء، لبسه الجميل اللي هو لبسه تقواك لله سبحانه وتعالى، ريحته الجميله العطره صومك لله سبحانه وتعالى في يوم شديد الحر، قال لك ابتسامته الجميله ده هي دي برك بامك وابوك. الانسان جاي يونسك في قبرك، جاي يونسك في قبرك. ماذا لو اخترنا الله يا جماعه في الابتلاء؟ تفريج الابتلاء، تفريج الابتلاءات. الراجل الغني من اهل الدنيا تلاقيه راكب عربيه فخمه ب 300,000 جنيه، اول ما يقع في زنقه تلاقيه موقف عربيته قدام البنك، في جيبه في كارت صغير، في جدار البنك في صندوق حديد، يطلع الكارت من جيبه يحطه في الصندوق ينزل له ايه؟ فلوس، لانه هو رصيد في البنك، كارت الفيزا. احنا كذلك لو لنا رصيد في بنك الدين عند الله، البنك اللي الرصيد بتاعه بيتملى بالاعمال الصالحه والطاعات، اول ما نقع في زنقه كارت الدعاء يدخل، الاجابه من عند الله تنزل على طول. الرزق له اكثر من 18 باب، باب واحد منهم بس فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وباقي الابواب باب التقوى، باب الاستغفار، باب الصلاة على رسول الله، باب صلة الرحم، باب بر الوالدين، باب قيام الليل. الناس مش راضية تصدق ان دي باب للرزق، يقيم الناس كله على الباب ده بس، فكل الناس عايزة تدخل منه فتلاقيه زحمة. عشان كده يقول لك انا بجيب الجنيه بتوع الروح اللي باب الثانية الفاضية، اي واحد هيحب يدخل منها هيلاقيها واسعة وفاضية وربنا بيرحب بيه من اي باب من ابواب طاعة الله سبحانه وتعالى. ماذا لو اخترنا الله؟ ماذا لو اقبلنا على الله سبحانه وتعالى؟ من اثار الطاعة تفريج الابتلاءات، تفريج الابتلاءات. كان احد كان في وفد من اليمن جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان دايما والوفد ماشي يدي لكل واحد جاي هدية، فكان في واحد اسمه حدير قاعد يذكر الله والنبي ما شافوش فما ادالوش الهدية بتاعته، فاستحى من رسول الله ومشي مع الوفد، فربنا نزل جبريل من فوق سبع سماوات قال لرسول الله لقد نسيت حديرا، فالرسول بسرعه بعت رسول وقام يديله هديه وقال له اذهب الى وفد اليمن فادركهم واعط حديرا هذه الهديه وقل له رسول الله يقرئك السلام. فلما ذهب واعطاه الهديه حدير عليه يا جماعه توجه الى السماء وقال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. شايفين يا جماعه؟ شايفين ما بينساكش ابدا. طب سيدنا ابراهيم لما اترمى في النار امه فضلت واقفه مستنيه ان يدوها جثه ابنها فحمه، ففضلت مستنيه انها تستلم جثه ابنها، شويه لقت ابنها خرج من النار سليم. عارفين قالت ايه يا جماعه؟ نعم الرب ربك يا ابراهيم. يا سلام عليك يا رب، نعم الرب ربكم يا رب. والله نعم الرب ربكم يا شباب، نعم الرب ربنا يا جماعه، نعم الله، نعم الله من اله كريم ذو فضل عظيم على كل من توجه واقبل اليه، وذو فضل عظيم على كل من اطاعه. عارفين حديث جريش؟ جريش العابد اللي كان قاعد يعبد ربنا ليل نهار، فامه ذهبت تنادي عليه فلم يرد عليها لانه منشغل بالصلاه، فقالت اللهم لا تمته حتى ترهي وجوه المومسات. ففي بقيه من بغايا بني اسرائيل اتبلت عليه ونسبت فيه ولد من الزنا، بني اسرائيل اتجننوا، هدموا الصومعه عليه واخذوه الى الملك. الناس كلها كانت هتتجنن، جريش العابد يزني ازاي؟ فدخل الى ساحه الملك في يوم المحاكمه بكل ثقه وثبات، ثم نغز الغلام في جنبه وقال له من ابوك يا غلام؟ فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي. يا جماعه
يا جماعة سجن السجون بتاعة الدنيا ده ايه؟ قلوب من المساكين عاش داخل السجن ده ظلم، وهيموتوا هم مظالم، وربنا مش هينطق لهم غلاف الماء ولا هينطق لهم اي حد عشان يبرئهم، يوم القيامة يمدوا حقهم. ليه ده بالذات ربنا انطق لهم غلاف الماء؟ ليه؟ عشان عبادته لله سبحانه وتعالى، عشان العبادة اللي تعبدها لله. عارفين الثلاثة اللي كانوا مسافرين؟ كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار، دخلوا يباتوا في غار في الجبل، نزلت صخرة سدت باب الجبل. لو كان معاهم شهادات الدنيا وملايين الدنيا كانوا ماتوا في الغار ده وخلاص. تخيل انت في غار قد المسجد ده، وقامت نازلة صخرة قد الدار من جدران المسجد سدته عليه. خلاص بعد 1000 سنة بقى اكتشفوا 3 هياكل عظمية، الله أعلم دول ايه اللي دخلهم وايه اللي موتهم. ولكن قال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوجهوا الى الله بصالح اعمالكم. لو انت كنت معاهم ايه العمل اللي انت تتوجه فيه الى الله يحرك لك فيه الفخر من مكانه؟ الاولاني توجه الى الله ببر الوالدين انه كان شديد البر بامه وابوه، والثاني توجه الى الله يا شباب، الثاني توجه الى الله انه بعد ما قبر على الزنا من بنت عمه لما قالت له اتقم لو ذكرته بالله قام من عندها وهي احب مات اليه، تعفف على الزنا رغم انه قدر عليه. العفاف الاولاني لما توجه الى الله بر الوالدين ربنا حرك الصخره من مكانها حته بس ما ينفعش يخرجوا منها. الثاني لما توجه الى الله بالعفاف عن الزنا الصخره اتحركت حته كمان بس برضه ما ينفعش يخرجوا منها. الثالث توجه الى الله بالامانه في زمن تضييع الامانه فالصخره اتحركت من مكانها وخرجوا يمشون. العفاف حرك الصخره من مكانه يا جماعه. بر الوالدين حرك الصخر من مكانه يا جماعة. الامانة حركت الصخر من مكانه يا جماعة. العمل الصالح حرك الصخر من مكانه يا جماعة. معايا ولا؟ طب ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الباب واحدة واحدة ليه؟ ما كان بعد ما ثلاثة يخلصوا الباب يتفتح مرة واحدة، او بعد الاولاني ما خلص الباب يتفتح؟ لا، لما تكون بعيد عن ربنا وتبدأ تختار طريق ربنا، ربنا بيفتح لك الباب واحدة واحدة وانت رايح له. ليه؟ عشان لما ربنا فتح لهم الصخرة في الاول كأنه بيقول لهم انتوا كده صح كملوا بقى. فاول ما تقبل على الله تلاقي ربنا بيحل لك مشاكلك وبيوريك رؤى وبيشفلك ليه؟ عشان ربنا يقول لك انت كده صح كمل بقى. فكل واحد مننا في حياته صخرة، عايز الصخرة دي تتحرك توجه الى الله بالعمل الصالح، توجه الى الله بالعمل الصالح. كان احد القوم زمان في عهد بني اسرائيل احتاج فلوس، فسافر لواحد في بلد تانية بيسلف الناس، فقال له انا عايز استلف منك 1000 دينار. فقال له من وكيلك؟ فقال ليس لي وكيل الا الله. فقال كفى بالله وكيلا. طب من كفيلك؟ يعني لو انت ما جبتش اروح لمين؟ فقال ليس لي كفيل الا الله. فقال كفى بالله كفيلا. اداله الفلوس ومشي. صاحبنا تاجر اهل الدين يا جماعه لما بيحطوا ايدهم في التراب بيبقى ذهب. حط ايده في التجاره كسب ذهب. فمره من ذات المرات في الميعاد بتاع رد الامانه وقف على الشط عايز سفينه تقله، مفيش سفينه. فجاب خشبه وحفرها وحط فيها 1000 دينار. والقى الخشبه في الماء وقال: اللهم اني قد ذهبت الى عبدك فلان لاستدين منه. فقال لي من وكيلك؟ فقلت ليس لي وكيل الله. فقال كفى بالله وكيلا. فقال لي من كفيلك؟ فقلت ليس لي كفيل الله. فقال كفى بالله كفيلا، اللهم فارسل هذا المال الي. صاحبنا الثاني خارج يستنى السفينه بتاعت صاحبنا الاولاني عشان ياخد دينه، ما لقاش سفينه ولا حاجه، لا حته خشبه معديه. قال اما خدها ولعها لاولادي في البيت دفيهم. خد الخشبه روح البيت بيشوف الخشبه وهو جاي يولعها لقى فيها 1000 دينار. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. صاحبنا الاولاني ما هو كسب كتير بقى، اول ما جت سفينه خد 1000 دينار تانيين، وده يدل ان هو لما تاجر كسب كتير جدا جدا. وركب سفينه عشان يروح له، فالراجل يقول له الم ترسل لي مالا مع احد؟ يقول له لا ما ارسلتش في حاجه.
انت ما عملتليش حاجه، ما بعتلكش حاجه. قال له فارجع فان الله قد سدد عنك. قال الله ربنا سدد عنك المال بتاعك. قال عارفين يا جماعه حديث قصه حديقه فلان، واحد واقف في الصحراء لقى سحابه معديه وسمع صوت في السحابه بيقول اقصى حديقه فلان، ففضل متابع السحابه لغايه ما جت عند حديقه وامطرت عندها. فذهب للراجل بيقول له انت يعني ما بالله عليك هتستخلفك، ما العمل الصالح الذي فعلته حتى يفعل الله معك هذا؟ الدنيا كلها صح وانت ربنا يبعث لك سحابه تروح حديقتك بالذات دونا عن كل الناس ليه؟ فقال له اني اذا جنيت حفظ هذه الحديقه رددت ثلثه فيها واخرجت ثلثه لله وانفقت ثلثه على اهلي. الصدقه يا جماعه فاقت السحاب في وقت القحط. ايه اللي حرك الصخر من مكانه؟ العمل الصالح. ايه اللي انفق الغلام في الماء؟ العمل الصالح. ايه اللي صار السحابه لهذه الحديقه في وقت القحط؟ العمل الصالح. ايه اللي وجه الخشبه في الماء لغايه ما سددت عن هذا العبد المتوكل على الله؟ العمل الصالح يا جماعه، العمل الصالح هو اللي بيغير لك حياتك كلها وبيقلب لك حياتك كلها. في الاخر بقى واحد يسال ويقول لك يعني اعبد ربنا عشان يديني الدنيا؟ خد بالك ابليس كان بيعبد ربنا عشان ربنا يرفعه وسط الملائكه. فلما ربنا سبحانه وتعالى لما الله سبحانه وتعالى قال له اسجد لادم قال له لا، ما على هذا عبدتك، انا عبدتك عشان ترفعني فما تنزلنيش وسط الملائكه. فلما يا جماعه تعبد ربنا عشان الدنيا بس، لو ربنا ما ادهالكش ما عدتش هتعبده. ليه؟ لانه ما ادهالكش. طب لو ربنا ادهالك ما عدتش هتعبده برضه. ليه؟ لان الحاجه بتاعتك قضيت خلاص. يبقى اللي بيعبد ربنا على الدنيا ما ينفعش. امال ايه بقى؟ امال الكلام اللي انت قاعد تقوله ده ايه؟ الاثر الدنيوي للدين يا جماعه عامل بالظبط زي ما ابوك يقول لك ولله المثل الاعلى روح لفلان وصل له الامانه دي، فتروح له توصل له الامانه فيقوم يديك حاجه ساقعه ويغديك وياكلك. هو انت كنت رايح عشان تنفذ امر ابوك ولا عشان تاخد الهديه؟ عشان تنفذ امر ابوك. فانت لما تطيع امر ربنا ربنا يكرمك في الدنيا. يعني ايه؟ يعني مش لما تتزنق تروح له، لا، انت بتطيع بس لما تتزنق تزود طاعتك، لما تيجي امتحانات تزود طاعتك، لما يحصل مشكله تزود طاعتك. انما انك ما تعبدوش غير عشان الدنيا، لا، احنا بنعبد الله عشان الله وعشان الدار الاخره. طيب يعني الملتزمين بقى ما بيبتلوش؟ يعني انا لو قعدت في لو انا بقيت من اهل الدين ربنا لا يبتليني؟ يا جماعه اي حد بيبتلى. هو المسلم ابنه بيموت والكافر ابنه ما بيموتش ولا ايه؟ هو المسلم بيعيا والكافر ما بيعياش؟ كل الناس بتبتلى، ولكن انت اللي بيتميز عندك عن غيرك انك لما بتبتلى بيحصل ايه بقى؟ ايه اللي بيحصل لك لما بتبتلى؟ اول حاجه بتحصل لك لما بتبتلى ايه؟ انك انت بتتذكر ان هذا الابتلاء في الدنيا وليس في الدين. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله انه مش في ديني. تاني حاجة ان تتذكر ان هذا الابتلاء كان ممكن يبقى اشد منه. كان احد السلف عنده قرحة في رجله وقعدت سنة كاملة، فكان كل ما واحد يشوفه يقعد يمصمص شفايفه عليه ويقول يا عيني. فقال له يا هذا ان لي سنة كاملة احمد الله على انها ليست في عيني. قال الحمد لله انا على رجلي. تالت حاجة يا ما ابتلى غيرك ابتلاءات كتير عفاك منها. تفتكر دي ابتلاءات كتير جدا؟ هو الابتلاء طب في الف ابتلاء تاني عفاك منه. رابع حاجة تفتكرها انه مش هيسيبك ابدا ابدا. والله يا جماعة والله ربنا ما هيسيبك ابدا مهما الابتلاء ضاق بيك. ازاي؟ تذكروا قول الله في سورة الصفات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. تخيل لما اقول لك انا رحت لفلان عشان اشتكي له في حاجه فكان نعم المجيب. كان نعم المجيب يعني اجاب لي اسرع اجابه واجاب لي حاجتي كلها كامله، بل اداني كمان اللي كنت عايزه واللي ما كنتش عايزه. فلنعم المجيبون. نعم المولى. نعم المولى يعني لا يمكن يتخلى عنك ابدا، لا يمكن لو تولى امرك ان هو يسيبك ابدا. معايا يا جماعه؟ هو ده الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف نعم الرب ربك يا ابراهيم؟ عايزين نعرف ربنا كريم قد ايه؟ ربنا عظيم قد ايه؟ ربنا هيدينا ايه لو اقبلنا على الله سبحانه وتعالى؟ يعني الواحد لما يقرا قول الله سبحانه وتعالى وسيدنا زكريا بيناجي الله وبيقول رب لا تذرني فردا، رب لا تذرني. يعني لما تقع في زنقه كده وتقول يا رب ما تسيبنيش يا رب، يا رب انا ما اقدرش افتر عنك يا رب،
يا رب ما تسيبنيش. ربنا ممكن يسيبك؟ لا يمكن يسيبك ابدا والله، لا يمكن ربنا يتخلى عنك ابدا. المقصد يا جماعة في الاخر في نهاية هذا الدرس عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول يا جماعة ان طريق ربنا سهل، عايزين نختار طريق ربنا سبحانه وتعالى. ازاي يا جماعة؟ ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ايه؟ ذراعا. ده رواية عن رب العزة. ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. يعني لما تقدم شبر مجاهدة ربنا يفتح عليك بذراع هداية. فلما يفتح عليك بذراع هداية ونور الهداية تمشي في نور الهداية ده يفتح عليك بذراع هداية. قال له يعني كل المطلوب منك شبر واحد، يعني كل المطلوب منك عشان تثبت حسن النية مع ربنا انك تغطي خط اول شبر. يعني ايه؟ يعني يا جماعة في اول طريق الله سبحانه وتعالى بيبقى الواحد عامل زي اللي صاحي من النوم في يوم شتاء ويوم برد، فواحد صاحب بيقول لك الحق القطر هيفوت عليك الحق قوم بسرعة. فانت تقوم كده تشيل البطانية وتبص يا نفسك انك تقوم شتت البطانية عليك وتقوم نايم تاني. لو صبرت دقيقتين بس، دقيقتين بس شربت شوية مية ولا كلت اي حاجة تلاقي نفسك فوق وقمت وخلاص وما قعدتش عايز تنام تاني. فالانسان الشاب مثلا العاصي لله، الشاب اللي بعيد عن ربنا، الانسان اللي بعيد عن ربنا يقول لك ما اقدرش اطاع ربنا، الاوامر صعبة والمعاصي شهوتي ناحيتها بتغلبني دايما. هم الدقيقتين روح اصبر عليهم، هو شبر واحد هتغطيه وتشوف فتوحات الله عليك في الدنيا قبل الاخرة. ولما تقف تناجي الله سبحانه وتعالى ترفع لربنا ايدين نظيفة من الذنوب، وتناجي الله بلسان طاهر من الذنوب، وتتضرع الى الله بقلب طاهر من الشهوات والفتن وحب الدنيا وامراض القلوب. عايزين نناجي الله سبحانه وتعالى يا جماعة واحنا نضاق من الذنوب ونضاق من تعبق القلب بالدنيا. فاذا ناجيت الله ماذا تقول؟ يا رب انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد، وانا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وانا الذليل الذي رفعته فلك الحمد، وانا التائب الذي ارشدته فلك الحمد، وانا الضال الذي هديته فلك الحمد، وانا المسافر الذي حملته فلك الحمد، وانا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وانا المحتاج الذي اغنيته فلك الحمد. يا رب من اجل يا جماعة اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا، رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا ممثلين. اللهم لا تخرجنا من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وضيقت لنا وجوهنا وكتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك قوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اليك اواهين منيبين مخبتين. اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، نصفه وجله، قديمه وحديثه، صغيره وعظيمه. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك. اللهم عافنا في قلوبنا فلا تحب الا ولا ترجو الا ولا تتوكل الا عليك. برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.